طب احنا معانا على الهاتف الاستاذ وليد الفيل، عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. نور، منورنا يا فندم، مع حضرتك محمد فاروق سعد قناه الاهلي. اهلا بيك يا استاذ محمد، ازيك؟ احنا كنت معانا الاستاذ الاعلامي القدير الاستاذ خالد الابرك بيسلم على حضرتك. ازيك يا دكتور؟ طبعا. خالد يا حبيبي، ازيك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ معلش انا مش قدامي شاشه، انا فارد المهم النية يا دكتور. انا مش شايف كويس. ماشي. انا مش شايف يعني. انا عايز اسال حضرتك يا فندم، ايه سر تمسك اللجنه الاولمبيه بموضوع اللائحه الاسترشاديه بهذه البنود؟ والله يا كابتن محمد، هو السؤال ده يوجه للجنه الاولمبيه، يعني ما وجهش ليا. من وجهه نظرك حضرتك شايف الموضوع ماشي ازاي؟ من المنطق، انت عملت لائحه جديده كويس بتهدف منها الى تفعيل دور الجامعات عموما. نعم. انا كنادي اهلي بحقق لحضرتك الهدف ان انا بحاول اجمع الجماهير العموميه بتاعتي علشان خاطر احقق الهدف اللي انا وحضرتك احنا الاثنين بنسعى له، اللي هو اتعمل عشان القانون جديد من الاساس، ولا يحقق استرشاديه بناء عليها، واللائحه اللي هم بيسموها الاسترشاديه. اللي بيحصل بقى عكس كده خالص. المفترض ان حضرتك بعد ما القانون صدر، حضرتك بتضع لائحه، اذا جاز ان احنا نقول تضع لائحه، بتحط لي اطار عام اتحرك فيه انا وبقيه الانديه. انما لا تلزمني بلائحه. هو اللي حاصل النهارده ان حضرتك كاتب على الغلاف من بره لائحه استرشاديه، انما في الحقيقه انت عايز تحولها لائحه ملزمه وتبقي قبضتك على الانديه. وعلى ما كانت الجهه الاداريه هي اللي بتتحكم فيها كنادي، اصبح اللجنه الاولمبيه النهارده هي اللي بتتحكم. نوع من انواع العبث يعني، سواء ده وده، الحقيقه هو كلام غير سليم وغير منطقي وما يصلحش خالص يحصل في سنه 2017. طب الحل ايه يا فندم من وجهه نظر حضرتك؟ والله الحل، بص، اصل الحل بسيط. النادي الاهلي موقفه قانونا سليم بنسبه 100%، بنسبه 100%، مش بنسبه 99%، بنسبه 100%. نعم. النادي الاهلي من حقه ان يدعو الجمعيه العموميه، ده بناء على فكره، بناء على القانون اللي صدر. طيب القانون لم يحدد للجنه الاولمبيه اي سلطه سوى انها تحدد نصاب، وعلى فكره حتى ده غلط، لكن طالما جه القانون فاحنا الوقت مش وقت ان احنا نطعن في القانون، فنحترم النصاب اللي حدده القانون. القانون ادى للجنه الاولمبيه سلطه تحديد النصاب. اللجنه الاولمبيه حددت النصاب ب 12500 عضو. طيب هل النادي الاهلي في معاده النصاب ليس للجنه الاولمبيه ان تحدد الجمعيه تعمل على يوم على يومين؟ انا كنت لسه اسالك نفس السؤال. يعني كنت لسه اسالك نفس الموضوع، السؤال في الموضوع دوت، النادي الاهلي له حق ان هو يعملها على يوم او على يومين؟ بقول لحضرتك لو عايز يعملها على اسبوع، جمعيه القانون ذكر النص القانوني اللي صدر في حق موضوع الجمعيه العموميه الخاصه اللائحه، حدد انها اجتماع خاص. لم يحدد لهذا الاجتماع الخاص اي قواعد. بالعكس، ده كمان اللجنه الاولمبيه لما بعثت مرسلات للنادي الاهلي تركت لمجلس الاداره ان يحدد شكل الاجتماع وطريقه التصويت ومكان الاجتماع، يعني تركت مجلس الاداره تحديدا. طب مجلس الاداره حدد ما طلبتوه، ايه الاعتراض دلوقتي؟ يعني السؤال هو السؤال، ماذا يدور اللجنه الاولمبيه النهارده ان يتم الاجتماع على يوم او يومين؟ ان يتم في الجزيره او في مدينه مصر او في الفروع كلها، يعني بس نفهم ايه الضرر؟ هم لا يقولوا لنا ايه الضرر؟ موقف النادي الاهلي سليم؟ يعني انا افهم من كلام حضرتك ان كده في تعنت مع النادي الاهلي؟ طبعا ده مؤكد ان في تعنت. هو ما ينفعش النهارده حضرتك تساويني، يعني فكره اللائحه الاسترشاديه دي لما تتعمل للانديه التي ليس لديها من الكوادر ما يستطيع اعداد لائحه. انما نادي زي النادي الاهلي وضع لائحه اشترك فيها قامات قانونيه ورياضيه. طيب النهارده عايز يستفتي فيها او يسال فيها اعضاء الجمعيه العموميه. طيب حضرتك بتمنعني من تحقيق ده؟ ما ينفعش. يعني الكلام ده كلام غير سليم. وبقول لحضرتك يعني هي قولا واحدا، اذا لم يدافع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده عن موقفه وعن هيبه النادي الاهلي، فالحقيقه انا اعتقد يعني ان هم هيكونوا في موقف حرج جدا. يعني عليهم ان يتمسكوا، لان احنا في الموقف الصح. ليس من باب لا ذراع احد ولا فرض قوه على احد ولا حاجه خالص، لكن انا في موقف قانوني سليم، وعلى اللجنه الاولمبيه ان تحترم صحه موقف القانون. استاذ وليد الفيل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اعتقد ان الكلام في نفس السياق يا استاذ خالد، في نفس الكلام بنفس كل شيء. حتى الان موقف النادي الاهلي هو اللي سليم، وحتى الان الكل لا يفهم لماذا التعنت مع النادي الاهلي في هذه البنود.